خليها ولد شنو يعمل با ودب ولا كيحط تليفونه يخشي في وجهه يقول لك انا شكون انت. قسما بالله الدريات نوريكم اشهارات اللي كيجيوني دابا دابا ارى ليا هاتي هكت الاشهارات ارى نوريكم الدريات اقسم بالله نتحدى شي وحده وما نكت على اشهار. علاش ولد شنويا اش قال لكم؟ قال انسان اللي عندك غوتو خاصك تقبل الانسان خاصو يخدم على راسو ماشي يحطم راسو ويحرق راسو. الله يسهل على كل واحد. انا كل شيء كنتمنى ليه الخير يا رب. نوريكم يا الدريات شوفوا قراو الصباح هانتوما شفتهم والو عاوتاني هو فوكال نصيفطو ليكم. وهذا باش تعرفوا راسكم عزاز عليا ما بغيتش هذا انا ما بغيتش نخدمه. علاش ويك ويك يا مريم واحد النمره ديال بلجيكا دايرت صورت مريم في البروفيل وصيفطوا ليا جابوا دايرت صورت مريم في البروفيل خاصه نقول لكم خوطه مريم شي واحد في بلجيكا دايرت صورت على البروفيل. سمعوا الدريات هذا بعدا شوفوا هذا دخلوا 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 بلاتي 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 ما تمسحوش كومونتير ما تمسحوش بلاتي بلاتي صبروا هذا بغيت نطلعوا حتى عرفتوا ديال من بلاتي 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 بلاتي, بلاتي. صبروا هذا عرفتوا ديال من صبروا الدريات صبروا الدريات صبروا الدريات صبروا الدريات هذا دابا واش انا ضرك حتى للدرجه تكلفي على راسك ديري فوكونت باش نتي تقول لي فضحوك لالياتك. يلا دابا ندخل نشوف هذا شحال عندها. عندك فيه ابوني وحده وربعه متبعه. دابا انتيا كلفتي على راسك هذا العناء كامل وانا غنجاوبك من نديروا لي نفترض انا غلطه بعد من عثمان من ستر مسلم ستره الله ياك واللي فضح فضح راسو. وهنا بينتوا للناس بان الثقه ما بقاتش بلاتي نسالي وما تثقوش في اللي كان وما تثقوش في حوايجكم لان واحد النهار يغدروا بكم. بينتوا للناس الناس العقلاء والقارين والواعين بانت بان ما يمكنش نثقوا وعلمتونا زيرو ثقه هادشي اللي كاين. يعني قد ما تقتف البشر كيقول لك انا بير انا بير بير اسرارك نهار كيتقاضى البير كيدي ماري ويبدا يسقي نزلي في حالك ضرات على الدرجه عرفتك شكون يا اختي كون انا عندي انا بعدا مركت في بلاصتك. سير 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 شوفك ما تقري اجي نوريكم. سمعوا سمعوا هادي صيفطات لي على الصباح الدريات هانتوما سمعوا ما كيتسمع الصوت مزيان شوفوا بلا ما تجبدوا لي سميات وما الدريات انا غادي ندير انا نحبس الكومونتيرات حيت ما باغا سميت حتى وحده تشرفني تطلع عندي في اللايف هنا من الاخ. انا كنت فاتحه الكومونتيرات باش غتبداو تجيبوا لي سميات شي حد اللي انا ما عندي فيه مدخله ما عندي ما نهضر فيه. انا ما نهضر حتى واحد. انا داخله سوق راسي خدامه على وليداتي متبعه الكونسيبت ديالي ان شاء الله. شوف عندي لكم شي حوايج واعرين باقه باقه ايه مشيتي الحوت الراسك دابا تشيتي الحوت وما مبغينش الحوت كتاكل الحوت اوكي داك ما مقلي تصيبو مقلي ما كنصوبكم حتى فين فين عثمان انت انس باغي الحوت بلاتي باغي الكفته لا الكفته طلعت لي في راسي ودير انا نجيبو لك الكفته مشويه ماما مشو المريصه ما عنديش فلوس باش نمشي للمريصه الزطامين شوف شحال فيه ما فيه واخا خاصك تجيب لي دوك فلوس ماشي وما
ما عندكش 500 درهم هي اللي عندي. ويا ما نديرو مريضة. حوت يخنز لي اختي الدار وانا خاطري هربانه انا خاطري هربانه مريم اجي البيض اللي قليتي الصباح باقي مشحق لي راسي هاي خنز الدار مريم صافي بلاتي ثم جيب ماشي باغي الحوت شغل وادك جيبي السردين وجيبي هذا غير انا نقي لي انا نطيب نصوبو ندير لي الاقامه قزبر معدنوس كاين ثومه شوفي ما بغيتش تقزن لي على راسي هذا ما كناكلش انا كناخد هذيك التخرميشه اللي فيكم حقه انا ما غيكونش الحوت بوحدو غادي نصوب شلاطه مشلاطه مغربيه مطيشه والبصله سلطه المغرب ياك وغادي نصوب الفلفله نقلي الفلفله شوي سردين في الدار لا ماشي سردين اشنو نشوي لما بقيتش انا باغا الشوا كيفكرني في المي السعوديه قلت لكم داك الشوا في الدار غير نساو هاد الساعه والشوا جا تخرج برا باغي شي حاجه تشوى تسنى عليا شويه الوقت ونخرجكم الزنقه وكلوا اما في الدار وداك الجو ديال الدخاخن كيفكرني في المي السعوديه قلت لك من برا نجيبو مسدي من ولا نجيبو شي نجيبو من برا شوفوا دابا غتجيبي السردين وغادي تجيبي فلفل حلوه ياكي كاينه مطيشه كاينه بطاطا كاينه بطاطا جيبي كيلو ديال البطاطا ونص كيلو ديال الفلفله حلوه والحامض البصله كاينه اجي نتايا ما كتشتت اجي نهضر معاك مالك عجمان راه بعقلك واش الحوت ماشي ماكله قالك احترم الراي ديالو الشخصي علاش اش قلتي لي ما حيت واحد بابا كياكل الحوت كنا كنقرا ديك التقميشه اللي فيه الحوت وحده مكملين دابا انا باغا الحوت مريم باغا الحوت ادم باغي الحوت انت قلتي ما باغيش الحوت انت باغي الحوت يلا اجي كيفاش ما بغيتي عثمان عندي اندومي اندومي ولا دابا تغداو بها باغي الحوت ادم انس انا ما بغيت اندومي بغيت الحوت صافي خدي دوك بغيت اندومي نمشي معاك صافي انت شنو انا ويت ماشي طرش شي حاجه شكون سيدي عليا شكون غير شري لي 15 درهم ستيك ما نشريش لي اختي ستيك انا باغا نقتصد صوت.
لون الكحل. نقطع انا بغيت نقطع بنشوف دريات اللون الكحل كيفاش جاني والزوين. شوفوا خولة بدلتي ديك التصويرة ديالك راه بزز باش كنشوف الكومونتيرات ديالك حبيبة. ديما كيديروا لك المشاكل اختي، مابقيت قادة على المشاكل. نقولك الصراحة والله اختي، ندخل سوق راسي ونتا في راسي ونتا في وليداتي ونتا الله في راسي، غتشوفوني ان شاء الله بشي حاجة جديدة. مابقيتش اختي قادة، انا درويشة وكيظلموني. حيد التليفون على عينيك اختي، انا درويشه وكيظلموني قسما بالله. انا صحيحتي على قد الحال، بقيت عندي ما ندير مشاكل، نتا في عثمان ونتا في ادم ونتا في انس ونتا في داري، وهاد مريم حتى هي الله يعفو عليها ويهناها في دماغها، حتى هي بانت ليا في هاد الدقه نقولها اختي بسلامه. مبقيتش كنحن عثمان ماشي بيت نفعه ضربك ان شاء الله، تعطيك دقه نفعه اختي ضربك نفعه. الوقت بغات تكوني نفعه. واش حسنا دايره برومو؟ حسنا اتي دايره برومو؟ والله ما عرفت اختي، ما عرفتش واش دايره برومو ولا ما دايرهاش. ام السعديه الله يرحمها باغي نمشي عندها واحد شويه. سيتي ام السعديه بلاتي وحده، علاش تطيروا اليوم الكومونتيرات؟ غير خليوني تنبلوكيهم انا بيدي باش نعرف شكون نبلوكي هاد الدريات. راه دابا انا مساليه الكومونتيرات، عافاكم الموديغاتور، ما تبقاو تبلوكي حتى شي وحده، خليوني انا نبلوكي باش نعرف راسي شكون بلوكي. راه كيدخلوا عندي الخاص وكيقول لك الموديغاتورات راه ظلمونا وبلوكاونا. عافاك اختي، وكاينه شحال من وحده بلوكيتها انا وكنحشم وكنرجع. داكشي علاش نقول لكم الدريات الله يعطيكم السر، ما تبقاوش تبلوكيو. امك ساخطه عليك؟ لا لا اختي، ماما راضي عليا الله القاسم، راضي عليا ماما وراضي عليا بابا، انا مرضيه الوالدين نحمد الله ونشكره. اختي السخط ماشي في عائلتنا، ديري مشروع صدقتي ما سالهاش حتى واحد، ما سالها سال هذا الوقت. ما كنعرفش اختي هاد خيتي اللي قلتي دابا نزلايبه في حالك، انا ما كنعرفهاش. ويلي شكون هي هادي؟ معروفه ما كنعرفهاش. ويلي اختي من هبا ودب ولا كت؟ لا لا ما كنعرفهاش. انا نعرف شي واحد اللي كيطلع طوندونس ابان عن جد باستحقاق، اللي كيدير باز ماشي باز خاوي بصداع المشاكل وشويه يطفى. شي واحد اللي عيطوا عليه، شي صحافه معروفه، شي واحد اللي بعد شي مرات كان مساله راي عام. انا من ما خلاها واحد السيد الله يذكره بخير، ما باغاش نجبد سميتو ولا نجبد سميتو كاع، ريدا ولد الشينويه، قالك الصداع الخاوي والباز الخاوي ما عندناش فيه، ما عندناش فيه مدخل. راكم سمعتوا شنو قال؟